لا والله مو مثل بعضنا. انا ابنه الوحيد وحصتي اكبر شيء من كل شيء. شو جاب سيره الحصص هلا؟ لشو؟ لشو؟ لما بتقلي ما في جيب مرتح تسكنها بالبيت، بدي اذكركم انه حصتي اكبر شيء بهذا البيت، وبجيبها وبسكنها غصب عنكم، واللي ما عجبه بيخبط راسه بالحيط، عم تفهمي ست ورده؟ ليك لبيب، صرخ، شق حالك، اعمل اللي بدك اياه، انا وكين دبيت واحد ما بنعيش، عم تفهم؟ حبيبتي بالناقص، هاي الباب بفوت جمال. عال؟ كثير منيح استاذ لبيب، بفوت جمال، بفوت حمار، بفوت فيل، ما بيهمني شو بفوت، بس ليك لما اختك تتشر وتمشي لا تقول شرفي وعرضي وما بعرف ايش. ما حذرتي وليه؟ بدك تضلي هون تخدميها غصبا عنك. لك ما فشلتني تعلمي وياها ولا وحده ما بتسوى نص فرنك بسوق الغلب بدك اياني اخدمها، ولك انا ما بخدم لهي البطيخه والحماره، فهمت؟ لك انت الحماره ولا ايه؟ خلصنا معها خلصنا عادي. لك الزلمه لسه ما لش فطر عباده. لك شو صار لكم طول الوقت خناقه وعياد؟ لك مش شايف حدا يواسي حدا مع المصيبه اللي نحن فيها؟ لك مو معقول حصص ومصاري وانت راكد عزواج على شو؟ فيكي تخرسي انت الثانية وما تعملي لي مواعظ؟ احسن؟ لك رح طق على موته، انا اللي فتحت السيرة ولا ست الحسن هون؟ ومستعجل، ايه مستعجل؟ انا هيك، وابوكي كان يعرف اني انا هيك، ما عم بقدر اعيش بدون، ما عم بقدر اعيش بدون مرة، شو مسوي؟ عيب روح على الحرام؟ عيب ولك عيب تحكي هيك قدام اخواتك عيب؟ لك امي بيطلعوا الواحد عن طوره وبتقولي لي عيب؟ يا اخي تقبر قلبي، انا مثلك كمان ما عم بقدر اعيش بدون رجال يعني، معلش تدبرني من عندك الله يوفقك. عم ابي عندك شو بدك تبيع يا حي والله يا حيره يا حيره بالله شو عم تخانق لانك خبرتني؟ ايه شو خبرت حدا من الشارع؟ لك انا عمتك ولا عمتي على عيني وراسي، بس هذا البيت له رجال، بتحبي ذكرك مين هو ولا بتعرفيه؟ الله يرحمه. الله يرحمه ما اختلفنا، بس بعد ما الله ذكره انا اللي هون وانا الرجال وانا اللي كليتي بدها تمشي. على فكرة لبيب انت فهمان المرجلة كتير غلط، مو عياط وسبسبة وضرب القصة، ابوك هيك كان؟ لا ايها الله يرحمه، والله ما كان في اطول من باله. سمعت كيف رجال البيت بيكون؟ كل واحد له طبع، بعدين ابي كان موافق اني اتجوز وجيب مرتي وعيشها هون، ولو كان قاعد وعم يسمع هالكلام ما راح يكون راضيان، فهماني ولا حيواني؟ ما كان راح يكون راضيان. لك انت 60 حيوان ولا عم تفهم؟ بس شو ليه؟ حيوان يا يا بس الو كيفك يا قمر؟ شو صرتي بالبيت ولا لسه؟ لا انا مو بالبيت، عن بيت خالك رجائي. ولا شيء، مثل العاده عم بيتخانقوا وعم نفك بيناتهم. سلا رقنا شوي طلع لبيب حكينا كلمتين. في باميه. طيب اوكي خلص مثل ما بدك. يلا حبيبتي اوكي باي. يا ريتك قلتي لا تيجي تتغدى عنا. بالله جد على شو عم تعزميها؟ على الجو الموتور اللي بشهي؟ قلتك يا لطيف رح اختنق معها تتحمل. على فكره رح اختنق معها عم بقدر. شبكي وليه؟ لك صرتي صبيه كبري بقى حاجتك دلع ومياعه. ليش هيك عم تحكي معي هلا؟ ليش هيك عم تحكي معي هلا؟ مامي بليز قلي لها ليش هيك عم تحكي معي هلا؟ ايه ولعيه. شبكي عمتي؟ اصلا بعرف اني مو عاجبتك مو بس اخي لبيب. ما شاء الله حولك، والله عندك سرعه بديهه ماشي حالها. بشرفك عمتي. هلا يعني معقوله ينقبر يجيبها لهي البطيخه تعيش معنا بالبيت؟ وعلى شو؟ لك مصاري وفي، ما ينقبر يشتري لها بيت للخانو. ما بيقدر يستاجر او يشتري لها بيت لانها ما بتعرف تقلي بيت طيب، بده يدللها على كتافنا نحن. ايه ما فشر بنص عينه هو وياها. قومي حبيبتي قومي. لوين؟ عزمه شاديه على الغدا. أنا ما عندي مانع، بس خليها تسأل أخوها بلا ما يعملنا شي قصة. إيه مو مشكلة، إذا حكى شي خليه يدق لي أنا بتصرف. دخيلك شو مشكلة؟ وقت تكون هون لحالي أنت ما حتكوني معي، خليني أقول له إيه؟ مثل ما بدك حبيبتي. بدنا نشوف الدلوعة الثانية والرضيع. تلفي بامية ورز. علاء ما بحبها، بدي بيتزا. دخلك أنت بتحبي البيتزا؟ حتى لو ما بتحبيها أكيد عنده شي ثاني.
خلص حبيبتي روقي، هلا بناكل لقمتين هيك وبنحكي على رواق. بابا ما له غير 10 ايام ميت، معقول روح اقعد بمطعم؟ لك شو اخذتك على مرقص انا؟ هو مطعم حناكل هاللقمتين ونحكي هالكلمتين، بعدين هذا اخي كمان اللي ميت يعني لو فيه شيء ما بروح. مثل ما بدك، مع انه مو جاي بالي اكل. مالي حبيبتي، كله بيصير، كله بيصير، روقي انت، كله بينحل. والله يا اسف يا عمتي، صعب. وين الصعوبة بالله؟ بنته بدها تقضي كم يوم عند عمتها، بدها محضر يعني؟ ايه بدها. أنا هيك عقلي، صعب. بنت إلى بيت، ليش رح تنام برا؟ حبيبي، مو برا هي نايمة، أنا البيت اللي قاعدة فيه هو بيت العيلة، يعني بيت جدك الله يرحمه، يعني مثل ما هو بيتي هو بيتك كمان. معلش عمتي بعتذر. أنا هي المياعة ما بحبها. بعدين شو إنه هي مضطهدة وبدها تعمل عندك لجوء يعني؟ ليك لبيب، لا تجنني. لا تطلع لي خلاقي، عاملتك زلمة ولسه عم باخذ وبعطي معك، ايش وترجاك؟ شو؟ طيب عمتي، كرمالك بس، يوم واحد. اسبوع؟ لا شو اسبوع؟ اسبوع كتير، هن ثلاث ايام ما في غيرهم. اتفقنا. لا لا، بس مو طبيعي يعني، مو معقول. كيف هيك؟ يوم، يومين، لا اسبوع، اتفقنا اخر شيء، فظيعة. أنا بعرفه روح قلبه المساومة، قلت بعلي له الطلب دغري لأسبوع بحصل لثلاث أيام. مرحبا عمو. أهلين. لا قامتي مثل الجبة عم أضحك بالشارع ولا كأنه أبي له ميت كم يوم. شفتي كيف زورني؟ لك حبيبتي شو بدك فيه يزور يستفيل؟ لما كنتي عم تبكي ومحروق قلبك إجا طبطب عليك شيء وقال لك شبك؟ ولو؟ لا تسمعي لحكي العالم، العالم ما لها شغلة غير تحكي وتقيم. ليكو مو أخي اللي متوفي، الله يعلم بحرقة قلبي عليه، بس هيك الله رايد، شو بدنا نعمل؟ طلعي طلعي.